في سلام ايه وحشتنا قوي قوي. ان شاء الله بنشوفك. انا عبد السلام بيت ربيت حضرتك هي. ميرسي مدام. اتفضل. نص عمري قضيته هنا، اما النص الثاني بقى فقضيته هنا. ممكن اولع لو سمحت. هو مش حضرتك متجوز برضه ولا انت ايه حكايتك بالظبط؟ فاهمني كنت متجوز وتوفت من 15 سنة ورفضت كل الستات اللي تقدموا لي اللي جم يخطبوني، ومن يوميها وانا عايش على ذكرى ايامها الحلوة الجميلة. ونعم الوفاء يا استاذ عبد السلام. ميرسي يا هاني. ماما كمان ما رضيتش تتجوز من يوم ما بابا توفى وانا صغيرة، وعاشت علشان العمر ده كله. ونعم الوفاء يا هاني. ميرسي. بس انا مش موافقه على كده، خصوصا بعد ما اتجوزت وهي فضلت لوحدها. وبعدين معاكي يا نوال مش وقت. الاستاذ عبد السلام ما بقاش غريب علينا. غريب؟ غريب ده ايه؟ انا بقيت من العيله خلاص. هو انت بقيت من العيله وبس؟ انت بقيت العيله كلها. ممكن اولع؟ انت ايه حكايتك بالظبط؟ انت كل شويه هتقعد تولع لي سجاره تطفيها؟ هي كان السبيل بصراحه بقى دي حركه مش هي. اصل في واحد صاحبي في وزاره الصحه قال لي يا عبد السلام يا اخويا الوزاره تحذرك من اضرار التدخين. لاني من وقتها اولع السيجاره ولا شدش. شد ما تشدش دي صحتك وانت حر فيها، انما تجيب لك علبه كبريت تحطها فين؟ كبريت ايه يا احمد بيه؟ الجار من الجار. أولع. الله الله على الميوزك. انتوا مش ناويين ترقصوا ولا ايه؟ لا احنا بنرقص واحنا قاعدين. اسمحي لي بالرقص. انا متاسفه يا استاذ عبد السلام، انا ما بعرفش ارقص. ارقص انا. الا هلا أبا. خليني احس اني لسه عايش. بس يعني قومي بقى يا ماما. المرة الجاية هتقص معايا انا بقى.
قوي يا انا حاسس ان بين ايديا غزال حلو جميل بيت مخطر على ارض خضره لونها بلون الجنه. ارجوك يا استاذ عبد السلام احسن. انا ما سمحتش الكلام ده من ايام المرحوم جوزي. وانا وحياتك يا هاني وحياتك من ايام المرحومه مراتي ما قلتلكش. اكيد مراتك كانت سعيده معاك لانك انسان لطيف. واكيد المرحوم جوزي كان سعيد معاكي لانك ست عظيمه. هما نازلين دش مع بعض بيقولوا ايه؟ ايه رايك؟ نقوم نرقص وندش زيهم. معرفش، ما تعودش على الرقص من صغري. يا خساره، وانا اللي كنت فاكره بعد الجواز هرقص واتنطط واخرج زي ما انا عايزه في حما جوزي. الحق امة نوال. ايه في ايه؟ السوزوكي اشتغل.